لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الوداد مستضيفه نادي أولمبيك أسفي، وذلك في مواجهة قوية تجمع بين كلا الفريقين بالجولة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية. ويحصل فريق الوداد المركز الأول ب43 نقطة، ويبحث عن العودة بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على أولمبيك أسفي، وذلك للمنافسة على لقب الدوري المغربي هذا الموسم. من جانبه يحصل نادي أولمبيك أسفي المركز 15 ب20 نقطة، ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية عندما يستقبل فريق الوداد الرياضي. ومن المتوقع أن يدخل فريق الوداد المواجهة ضد نادي أولمبيك أسفي بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى أحمد رضا التكنوتي، في الدفاع الاعتماد على أشرف داري وأمين فرحان في محور الدفاع، وإشراك يحيى عطية الله وأيوب العملود على مستوى الأطراف في جناحي الدفاع. في الوسط الاعتماد على اللاعب يحيى جبران وأنس السرغاس بالإضافة لأيمن الحسوني على مستوى خط الوسط. على مستوى خط الهجوم الاعتماد على مؤيد اللافي وزهير المصراشي في الأجنحة، وإشراك بين ساغاي في قلب الهجوم. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 10 مساء بالتوقيت المغربي على أرضية ملعب المسيرة بأسفي، وذلك في الجولة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة رياضية المغربية بشكل حصري.